السياقة على اليمين هي واحدة من أغرب العادات والتقاليد اللي تميز بها إنجلترا على بقية الدول الأخرى. اليوم زيادة باش نقول لكم علاش المقود متاع السيارة موجود على اليمين ماهوش موجود على اليسار، والمعلومة هذه يمكن أول مرة في حياتكم باش تسمعوها. باش نبداو تاريخيا علاش هما يسوقوا على اليمين ما يسوقوش على اليسار. قبل في عهد الرومان وفي عهد الحروب وفي عهد الحصنة، الناس تركب الحصان وتحارب الحصان، كانوا ديما يلزمهم ليد اليمين تكون ديما ليبر باش يشد بها السيف وكجوج مذيكة باش ينجم يحارب بها، ديما ليبر باش ينجم يعمل بها حاجة. من هنا ما تبدل شيء من اللي جت حتى الكراريت، ديما الراجل في باله اللي هو يحب ديما يقعد على اليمين باش ديما ايده اليمين ليبر، اللي هي اليد القوية في دن الانسان. السبب الرئيسي علاش لانجلترا ما حبش تبدل السياقة على اليمين باش تبدلها على اليسار، على خاطر يلزمها تبدل بنية تحتية متاع بلاد كاملة، تعرف معناها طرقات اشارات مرور جسور كل شيء يلزم تبدله، يلزم تنحيه، وهي متمسكة زادة برشا برشا بالتاريخ متاعها. كل شيء ديجا مازالوا محتفظين بالتاكسيفون يا اخويا السمح، التاكسيفون مازال يخدم لهنا، معناها يلزم تبدل كل شيء، تبدل الكراه وتبدل، تصور انت تبدل الكراه، تصور انت قداش الكرهبه لهنا في انجلترا يا باي عربي، تعرف ما هو الدوخ في راسك، راهي فلوس زرقاء مليارات ملايين مليارات مليارات بليارات، حياه كامله بنيه تحتيه كامله يلزم تتبدل هنا في انجلترا باش هم ينجموا يسوقوا كما الدول الاخرى على اليسار. تو نبدا نحكيو على البيرمي. البيرمي خويا سمح لهنا كان كي جيت لانجلترا اول عام وباش قررت باش تعيش في انجلترا اول عام باش تسوق بالبيرمي متاعك التونسي ولا من اي دوله عربيه اخرى، لكن بعد عام بالضبط يلزمك تبدل البيرمي وتبدل كل شيء وتمشي تعدي وتعاود من جديد من اول وجديد. وهنا يجي الثمن يا خويا، لهنا راهو يشوي لهنا الثمن، تحب تعمل كورس كامل متكامل في جمعتين تعدي تصرح على روحك هو ب 1500 باوند، 1500 جنيه استرليني، معناها نقر يحشم، معناها سايس البرد عخوي. وتوا باش نحكيو على امتحان السياقة اللي انت باش تهز به البرمي متاعك. لهنا يتقسم على جزئين، جزء نظري وجزء تطبيقي. النظري خويا عندك 50 سؤال لازمك تجيب منهم 43 صحاح، وعندك 14 فيديو متاع رياكسيون متاعك كيفاش تكون سريعة على أي حاجة، خرجت من الكياس، وليد صغير خرج، واحد يلعب بالكورة خرج، يزمك تكون سريع في الإجابة متاعك، أي حاجة يزمك تكبتها في الكياس. نتعداو تو الامتحان البراتيك. تو خويا البراتيك لهنا هو يحط لك ساتناف جي بي اس متاعك، يحط لك قولك يا خويا اضيع جي بي اس وذي البلاصة اللي نحبك تهزني لها، وهو يقعد التالي ويخليك تسوق ويهزك له. كان اخويا وبعد ما وصلت السيد للبلاصة تتعود اخويا ويقول لك يا نجحت يا يزمك تعود من جديد. ولهنا اخويا وصلنا لاخر الفيديو، وان شاء الله يكون الفلوج عجبكم وان شاء الله استفدتم المعلومات اللي انا اعطيتها لكم اليوم في الفيديو هذا. ما تنسوش باش تعملوا جيم وبارتاجي الفيديو مع احبابك واصحابك، ويلا بنا يلا نحبكم برشا، نشوفكم في فيديو جديد في مغامرة جديدة في معلومة جديدة من انجلترا بريطانيا العظمى. باي باي.